رمضان كذي دائما كنتسالوا واش مسموح لهم يصوموا رمضان او لا. لا كل حاله حاله واستشاره الطبيب قبل رمضان جد مهمه، لكن كنقدروا نلخصوا الاشياء جوج ديال الاشكال. مثلا المرض الكلي ولو مزمن وهو مستقر وما عندوش ادويه صعبه في الاخذ في اليوم، فكنقدروا نخليه نسمحوا ليه بالصيام وتحت مراقبه. لكن المرضى الكلي كلهم اللي عندهم مرض اما حاد يلاه ظهر وما غير مستقر، فما كنسمحوش لهم بالصيام، يقدر ما يصومش غير هاد السنه او لبعض الايام في رمضان ويصوم السنه من بعد. يمكن مثلا ما يكون واحد الفشل كلوي وصل مراحل متقدمه ما يبقاش غادي يصوم. هادشي كله كيدير استشاره الطبيب. اللي كنقدروا نقولوا بانه مثلا الحجر اللي هو صعب في رمضان الا كان مستقر والانسان تبع العلاج ديالو وما دارش واحد لي كريز في هاد الشهور ولا ايام اللي قبل من رمضان فماشي مشكله، الا ياخذ الاحتياطات ويتبع النصائح. الا كانت الحجر واقف واجد وموجود وغادي ينزل ولا كثرت الرمله اللي نازله فما يمكنلوش يصوم على الاقل واحد الايام حتى نشوفوا بان الحاله مستقره. كذلك ارتفاع الضغط الدموي، كذلك الامراض الكلى الاخرى، مثلا مرض كلي مزمن ولو ما يكونش فشل في الكلي كياخذ بعض الادويه اللي خصها تاخذ في اليوم وخصها تاخذ بواحد النسبه كبيره، ولا كان يصوم يقدر يعطيه مشاكل لا بالنسبه للادويه ولا بالنسبه للصحه ديالو، فكنخليهم شي يصوموا واحد المرحله حتى كيستقروا. الفشل الكلوي في مراحل متقدمه فكيكون ممنوع عليه الصوم لان كيولي خطير عليه، خصوصا انه غالب الاحيان كيكون الناس في واحد السن متقدم تيكون عندهم مشاكل اخرى، ارتفاع الضغط الدموي، السكري، مشاكل في القلب الى اخره. لكن دائما كنحاولوا نقادوا ما بين الصوم وما بين الامراض وما بين العلاجات، مثلا النصائح. كذلك الناس كياخذوا ادويه مزمنه كنعطيوهم فوقاش ياخذوهم، مثلا ديال الصباح تخاد في السحور ماشي تخاد في العشيه، الادويه ديال الليل فوقاش تخاد مع الفطور او لا من بعد الى اخره. هادشي كله استشاره الطبيب جد جد مهمه باش الانسان يصوم بلا ما يكون عنده مشاكل ويكون مرتاح ومحافظ على الصحه ديالو.